يقول السائل: وهل الأموال التي تجمع لبناء سكن أو بناء مسجد للحي فيه زكاة؟ الأموال التي تجمع لبناء مسجد أو لبناء مشروع خيري، إن كانت هذه الأموال من أوقاف أو من وصايا فليس فيها زكاة، إن كانت من أوقاف، مجموعة من أوقاف أو من وصايا لأموات ليس فيها زكاة. وأما إن كانت مجموعة من متبرعين، مجموعة من متبرعين، فالمتبرعون يزكونها ما دام لم تنفذ وما زالت مرصودة ولم ينفذ البناء، فزكاتها على أصحابها. نعم.